سلام حبيباتي، سلام زينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في هاد لا نوفال فيديو. اسمحوا لي بزاف بزاف على هاد الغيبه، على بالي بلي طولت عليكم، مي راكم تعرفوا ظروفي. واليوم حبيباتي جيت نشارككم بهذا الروتين متنوع، على بالي بلي راهو راح يحفزكم 100%، سورتو مع هاد الخمول اللي راهو حاكمنا في اليامات هادو تاع السخانه. ما كاش وحده ما راهيش عجزانه وما راهيش تتفنين، على بالي بلي كامل راكم تتفنينوا على الشغل خاطرش انا تاني تمريت بهاد المرحله. على بالكم يا البنات تشوفوا الحاله هكاك مخربه قدامكم وتعجزوا باش تنوضوا تخدموها، تنمو الكليمه السخانه وكامل الوغ كامل نعجزوا على الشغل. وكما كنتو شفتوا حبيباتي بديت لكم الفيديو بالقهوه تاع الصباح، مور ما نوضت وصليت وتهليت في روحي شويه، نوضت درت شويه لي بانكيك سقهوينا بهم انا والزوج، وبعد الزوج راح للخدمه وانا جيت لهنا لا شومبر ديالي. كما على بالكم اول حاجه نبدا بها في نهاري نبدا بلا شومبر ديالي. كنت فرشت البنك، درت له هذاك الباغور دو درا اللي كنتو شفتوه معايا، جاي في الجون هكا بالبلو، لا كولير تاعو جاي بزاف حلوه كما على بالكم الوان تاع الصيف. ومن بعد قلت لا غير اليوم نجوز مسحه للخزانه ولي طابل دو نوي والبنك، المهم مسحت كلش وقلت لا غير اليوم نزق لا شومبر كما على بالكم ما بقاش بزاف ونزيد. الوغ حبيباتي قلت لا غير نسيقها الله الله، درت رغوه. ومن بعد مور ما درت رغوه عاود شللت بالماء كما كنتو شفتوني وجبت بالفخوتوار وخرجت كامل هذاك الماء للبالكون. ومن بعد جوزت نشاف كيما شفتو نشفتها الله الله، وعاودت لها بهذاك البالي ماجيك درت فيه سانيبون باش تقعد الريحه شابه في الدار. ونصحكم حبيباتي باش ما يخسر لكمش المبل تاعكم، ما تزرزقوش دائما، يعني ماشي دائما تشمخوا الارض بالماء وتحكوا بالبالي وديروا الرغوه، على خاطرش ما راكمش رايحين تحافظوا على المبل ديالكم وراح يتنفخ لكم ويخسر كما انا حبيباتي. ولا غير خطره في الشهر ولا في 15 يوم باش نززق هكذا الارض ونسي دائما ما نقيسش المبل هكذا باش ما يخسرليش. وكما راكم تشوفوا حبيباتي هذا هو الدغا اللي كنت فرشتو، فوالا كيفاش جاي، جايين لي كولور تاعو بزاف هايلين وحلوين. وهنا لا كوافاز تاعي، كاين بزاف اللي قالوا لي علاش تخليها شارجي من داك نحي لها لي برودوي من داك نرجعهم، كي نحس روحي بلي مانيش نستعملهم نعاود نرجعهم فوق لا كوافاز، على خاطرش كيما على بالكم لي برودوي هادو مالو كان ما تستعملهمش راح يتبيريباو ويروحوا هكذاك خساره. الوغ حبيباتي نحب نحط كامل العفايس اللي نستعملهم قدامي. ومن بعد غير كملت مع لا شومبر جيت لهنا للصالون قلت ولا غير نبدلوا الديكور كيما شفتو كانوا هادوك المطارح منا في هاد الجهه. هي في الاول كامل كنت دايره غير الصالون لهنا، ما كنتش دايره هذيك القاعده، ومن بعد قلت ولا غير نديرها ودوك حبيت نبدل. وكما راكم تشوفوا حبيباتي الفوتاي ديالي فيه 7 بلايص، في الاول درت منا من جهه الطاقه هذيك تاع 2 بلايص ومنا درت تاع 3، ومن بعد قلت لا غير نبدل، قلت منا من جهه الطاقه ندير تاع 3 ومن ومن ندير تاع زوج ومنا تاع واحد وواحد، يعني يجوا زوج قعدات من متقابلين ومن اليمين ومن اليسار. ومن بعد في الاخر خليته بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا حبيباتي كيفاش راني مديكوريا لي فوتاي ديالي، راني حاطه هادوما لي جوتي، هادوما ماشي تاعو مي راني حطتهم له، هادوما تاع واحد البصايد خدمتهم لي ماني ربي يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وكما راكم تشوفوا حبيباتي وين نقعدوا راني حاطه هاد القماش تاع الكانيش، من جهه راني حطاته ديكور ومن جهه تاني باش ما يتوسخليش الفوتاي. ومن هاد الجهه كما راكم تشوفوا راني حاطه هادوما لي جو بلاصه وبلاصه، حطيتهم هكذا قدام بعضهم مي راني مسيباريتهم خليت بيناتهم شويه فيد، وحطيت لهم هادوك لي جوتي اللي يجوا هكذا في البلون. ولا هنا لا طابل كما راكم تشوفوا حطيت لها هاد شومان دو طابل اللي جاي في البلون تاع الريش جاي بزاف هايل، وحطيت لها هاد الفاز اللي جاي في البلون، وحطيت لها منه ومن هاد العفايس تاع الديكور. وفي الجهه المقابله حطيت هاد الفوتاي تاع 2 بلايص، وحطيت له هذاك الطابي تاع الفيغور اللي جاي في البلون جاي بزاف هايل، هذا يصلح للديكور في كل بلاصه. وحطيت له هذوك لي جوتي تاع البسايط اللي قلت لكم عليهم ولا الفراشيات كل واحد كيفاش يقول لهم. ولهنا مقابل لي فوتاي حطيت المبلاتيلي وحطيت فوقه لاتيلي كما راكم تشوفوا، وراني حطيت له هادوما لي نابخون تاع الخيط تاع الكروشي اللي كانت خدمتهم لي ماما ربي يحفظها لي ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا الطابي تاعي جاي صغير مي قلت ان شاء الله نشري واحد يجي شويه كبير، والصالون ما فيش حاجه كبيره فيه غير لي فوتاي ولا تيلي والمبلاتيلي هذيك، وفيه هاد الريدو تاعي اللي جاي سامبل.
وكما راكم تشوفوا حبيباتي في الطاقه راني حاطه هاد لي فاز تاع الورد، دائما نسقيهم هكذا باش نحافظ عليهم وما يموتوليش، ومع الوقت ان شاء الله ندير العفايس اللي مازالوا ناقصيني. المهم القناعه، كل وحده تقنع بوش عطاها ربي. ومن بعد حبيباتي غير كملت مع الصالون، جيت لهنا للصال دو بان، قلت ولا غندير له رغوه على خاطرش عندي بزاف ما غسلتلوش الحيوط ديالو، لافابو والارض كنت دائما نغسلهم ونمسحهم، مي الحيوط عندي في العشرين يوم ولا هكذاك ما غسلتهمش، قلت لا غندير لهم رغوه. جبت هاد الشيكه وحطيتهم مليح مليح كما راكم تشوفوا حتى رجعوا بيوضة. الله الله، كيف قلت لكم حبيباتي مع هاد اللقطات التحفيزيه باش اي وحده تشوف هاد الفيديو تنوض دير شغلها وتتحفز وتنحي عليها التفنين وتتهلا في دارها وفي ولادها وفي راجلها. ولهنا كما راكم تشوفوا راني شللت في الحيط، شوفوا كيفاش رجع نقي. الله الله، وهذوك لي سيباراسيون اللي جايين في البلون شوفوا كيفاش رجعوا بيوضه. الله الله، وكما على بالكم حبيباتي الماء ما ولاش يجينا كما بكري كل يوم، حنا راهو يجينا نهار بنهار. الوغ النهار اللي يكون فيه الماء لازم نخدموا فيه كامل شغالاتنا، اللي عندها ميناج لازم ديرو، واللي عندها حوايج تغسلهم لازم تغسلهم. المهم لازم على بالكم بلي النهار اللي يكون فيه الماء نهار يكون بزاف شارجي فيه بزاف الخدمه. فوالا حبيباتي لهنا راني شللتاني في الارض في الجهه هذه شللته كامل. واللي مازال ما غسلوش الفراش ننصحكم حبيباتي باش تغسلوا الفراش، ولا المهم مام الفراش تاع الصيف تبداو تنقصوا عليكم على خاطرش راه قريب الدخول المدرسي، والانسان يولو عنده بزاف شغالات مع القرايه تاع الدراري مع الدخول المدرسي. ولهنا حبيباتي كما راكم تشوفوا جبت كامل الماء بالفخوتوار ونشفت الارض، ومر ما نشفتها مسحت هاد لي تيغواغ ومسحت هاد المابل مسحته. الله الله، وبدلت لي سيرفيات حطيت واحد اخرين جدد. ولهنا كنت كملت مع سال دو بان وجيت لهنا للفريجيدار، كما راكم تشوفوا حالته راهي حاله. على بالكم بلي كي يقربوا يخلصوا لنا المواد الغذائيه ولا يخلص لنا الخضر ولا الفريجيدار تولي حالته حاله، وانا كل 15 يوم ولا كل 20 يوم لازم نغسلو ونغسلو هذوك الزجاجات اللي نحطوا فوقهم العفايس. فوالا حبيباتي كنت جبت كامل واش كاين داخل الفريجيدار، فرغتو، غسلت له السلات اللي نحط فيهم الخضره، غسلت له لي زيتاجير تاعو تاع الزجاج، وغسلتو لهنا مليح مليح. درت شويه لو جافيل غسلتو رجع نقي. الله الله، ولهنا هادو ما زجاجات مور ما غسلتهم حطيتهم لهنا في الطاقه باش ينشفوا لي، ومر ما نشفوا رجعتهم كما راكم تشوفوا رجعوا نقيين. الله الله، وباش تضمنوا بلي الفريجيدار تاعكم تنقى لكم لازم تاني تنحوا لهم شتو دوك الزجاجات هادوما، لازم تنحوا لهم هاد العفسه اللي تجي منه ومن على خاطرش على بالكم بلي تشد لوسخ. الوغ لازم تنحوهم وتغسلوهم مليح مليح هكذا باش تضمنوا بلي نقيتوا الفريجيدار ديالكم. ولهنا حبيباتي الزوج كان قضالي، كانت خلصت لي الخضره كما قلت لكم، الوغ كان قضالي كامل واش كان خاصني. كما راكم تشوفوا كنت شديت كامل الخضره تاعي نقيتها، اللي تتغسل غسلتها واللي تتمسح مسحتها، المهم نقيتها. ومور ما كنت غسلت السلات ونشفولي رتبتها في السلات بهذه الطريقه هكذا باش كي نحطهم في الفريجيدار يجي منظم ويجي كما على بالكم المنظر تاعو مريح، ماشي يجي هكاك خلوطه وكامل. ونصحكم حبيباتي بهذه المنظمات البلاستيكيه، ولا كاين بزاف لي موديل ماشي لازم هادو، المهم نظموا الفريجيدار ديالكم. أمور ما نظمت الخضره في الفريجيدار جيت لهنا باش نحط الماء تاني تيبرد على خاطرش لو كان ما نحطش للزوج الماء يبرد على بالكم بلي ياكلني. ولهنا حبيباتي واش كنت درت للفطور، كنت قطعت شويه طرشي خضر وشويه طرشي حمر وشويه حار والبصل، ودرت تكتوكه، وكنت تاني قطعت شويه طوماطيش كما راكم تشوفوا، وحطيت هادوما الطرشي والبصل والحار يتقلاو. ومن بعد كي يتقلاو لي مليح مليح باش نحط طوماطيش، وما كاش وحده ما تعرفش التكتوكه ولا على خاطرش هي ابسط حاجه واسهل حاجه. ولهنا كنت زدت لها شويه طوماطيش تاع الباطا، نحب هكا البنه ولا الكو ديالها تاع القروسيه على بها نزيد لها شويه. فوالا حبيباتي، وكنصيحه لكم تن حبيباتي اللي يكون عندها بزاف شغالات في نهارها وحبت تكمل على البكري غير تنوض بكري على خاطرش على بالكم بلي كي تنوضوا بكري نهاركم راح شغل يجي نهار مبارك ديروا فيه بزاف عفايس وتاني تستغلوه، وتان حين تكملوا بكري ويقعد لكم الوقت باش ترتاحوا ولا باش ديروا عفايس واحد اخرين. وكي كملت كامل شغلي رحت درت فيها دوش. الله الله، كيما على بالكم رانا في السخانه ومع العرق والعيا ما يستلكها غير هذاك الدوش اللي يفاجئ على خاطرنا.
ومن بعد حبيباتي غير كملت جيت لهنا لا شومبر، درت فيرني، درت روج ا ليف، المهم تهليت هكا شويه في روحي. وكما راكم تشوفوا درت هاد لوج ا ليف اللي جاي في الغوج، الغوج ديالو جاي بزاف بزاف حلو. ولبست هاد البيجاما يا اختي، لازم تهلاو فروحتينا كما قلت لكم دائما سيو كيفاش ديروا وقت باش تتهلاو فروحتيكم، ماشي دائما جايبينها مور الشغل مور الدار وكامل. المهم حبيباتي لهنا لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، واستناوني في الفيديوهات الجايين، نحبكم.